الرول السابع بدي اطلع منها نقطة التقاطع تبعت الاسيمتوتس، وراح نسمي نقطة التقاطع تبعت الاسيمتوتس سيجما سي، سي من سنتر كأنها مركز الجاذبية. لاحظوا نقطة الانترسكشن تبعت الاسيمتوتس وين لازم تكون موجودة؟ على اي اكسس لازم دائما تكون موجودة؟ لازم تكون على الريل اكسس، لازم تكون دائما موجودة على الريل اكسس نقطة تقاطع الاسيمتوتس. إذا بدنا نرسمها بس بشكل بس رمزي، كأني عمالي بقول هي الاسيمتوتس اللي بتقول انه زائد ناقص 45 زائد ناقص 135. هي عندي هون أربع اسيمتوتس، هاي وهاي النقطة لازم ما بصير تكون هون ولا تكون هون أو تكون هون، لازم تكون دائما تقع على ريل اكسس. هاي النقطة راح نرمز لها بالرمز سيجما، ولاحظوا استعملنا سيجما، ليش استعملنا سيجما؟ لأنه هو الاكسس للسيجما، فكأني عمالي بأكد إنه هي سيجما سي تقع على السيجما اكسس على الريل اكسس، نقطة التقاطع. شوفوا إذا قدرت تلاقي عدد الأسيمتوتس وزاويتها ونقطة تقاطعها فانت يعني اقتربت كثير من الشكل النهائي له، مظبوط؟ يعني بدينا نشوف الشكل النهائي له، مشكلتي هلا بس الاقي وين مكان السيجما سي؟ القانون تبع السيجما سي هو مجموع الريل بارت تبع البولز، وانا نفس الشيء هون استعملت سيجما ناقص، لاحظوا هون البولز اجت بالاول، ناقص سيجما للزيروز على n minus m سيجما سي. فباخذ السيجما الريل بارت تبع الفولز هو على اي حال حتى لو ما اخذت الريل بارت، لاحظوا الكومبلكس كونجيجيت بيرز راح يلقوا بعض. لو كان هو كومبلكس كونجيجيت بير دائما راح يلقوا بعض، بس احنا بناخذ الريل بارت تبع الفولز ناقص الريل بارت تبع الزيروز وبقسم بعدين على n minus m. خلينا ناخذ مثال بسيط اول شيء في المثال هذا. خلينا نفترض انه عندي 2 بولز وهذا خلينا نفترض انه ناقص 1 وهذا ناقص 3، ايش وحدة الواحد والثلاثة؟ راديانز بير سكند، مش هيك؟ ريل بارتس. ما عندي زيروز هون، خلينا نفترض انه ما عندي زيروز. إذا بالحالة هاي كم اسيمتوت رح يكون عندي هون؟ اثنين، مش هيك؟ الاثنين واضحة شو زواياهم، ايش زواياهم لازم تكون؟ من قاعدة 180 على 2 زائد ناقص 90. فراح يكون عندي زائد 90 واحد طالع هيك وناقص 90 واحد نازل هيك. السؤال الان هون وين مركز الاسيمتوتس راح يكون؟ هلا احنا عارفين احنا من الخبره وين هو؟ بالنص. اثنين، مش هيك؟ راح يكون اثنين، بس هي اثباته من القانون. الريل بارت تبع الناقص واحد زائد الريل بارت تبع الناقص ثلاثه، زيروز ما عندي، بدي اقسمهم على قديش؟ على اثنين ناقص زيرو اللي هي اثنين، ناقص ثلاثه ناقص واحد ناقص اربعه، ناقص اربعه على اثنين ناقص. فالسيجما سي راح تكون عندي في النقطة هاي موجودة هون. خلينا ناخذ مثال ثاني. ترى الإشارة بالنص زائد ولا ناقص؟ هاي ناقص. طيب. بس أنا هدول بولز اللي جمعتهم. هدول وين هم هدول؟ هدول هون. ما في عندي زيروز. ما عندي زيروز، لو كان عندي زيروز بطرحهم. خلينا ناخذ مثال على طيب، خلينا نشوف حالة طلعوا لي على هذه ناقص واحد ناقص ثلاثة ناقص خمسة. خلينا أول شيء نطلع على هاي وبعدين راح أضيف زيرو نطلع عليها. هلا عندي الحالة هذه هون كم أسيمتوت لازم يكون عندي؟ ثلاثة. تمام، ثلاثة لأنه عندي N وفيش عندي M، والزوايا تبعتهم شو راح تكون الثلاثة؟ 60 زائد 60 ناقص 60 زائد او ناقص 180، مش هيك؟ اذا راح يكون عندي واحد طالع زاويه 60 هيك، واحد طالع زاويه ناقص 60 هيك، واحد راح على 180. المشكله عندي بدي اشوف نقطه تقاطع الاسيمتوتس، هلا انا عارف في واحد الاسيمتوتس هون جاي. بدي الاقي هلا هون الزاويه اللي تقاطعوا فيها الثلاثه، نطبق نفس القانون، بنقول سيجما سي بتساوي عندي ناقص واحد زائد
ناقص 3 زائد ناقص 5 على 3 ناقص 0 3 بصير عندي 5 1 6 و 3 9 9 3 ماينس ناقص 3. إذا وين راح يكون نقطة التقاطع؟ هاي مش لأنه السيمتريون طبعا هذه مش دائما، مش تقول إنه لازم يكون دائما في البول الوسطاني. لأنه كان ممكن هاي ما تكونش 5 كان ممكن هاي تكون 10 أو 9 راح يزيد لهناك، بس بالحالة هاي إذا وين راح يصير الأسيمتوتس؟ عندي هاي 60 ناقص 60 زائد 180. وعندي هلا هذول الاثنين راح يطلعوا من هون، وهذا راح يحاول يلتقي بالأسيمتوت في الانفينيتي وهذا هون وهذا راح يروح هون. وين عندي اجزاء الروت لوكس راح تكون؟ هل راح يكون عندي شيء هون؟ لا، راح يكون عندي جزء هون. هون فاضي وجزء هون. ماشي واضح الان؟ شوف هلا ايش راح نعمل، راح نضيف زيرو. نشوف شو بيعمل الزيرو، اوكي؟ شوف ايش راح نعمل، راح نضيف زيرو مثلا. راح اخلي هذول زي ما كانوا ناقص 1 ناقص 3 ناقص 5 وخليني اضيف 0 هون عند ناقص 4. هلا قديش عدد الاسيمتوتس؟ 2 تمام، مين حكى 2؟ تمام، ليش 2؟ 3 ناقص 1. عندي 3 ناقص 1 صار 2، صار زائد ناقص 180 على 2 قديش؟ 90 زائد ناقص 90. لاحظين شو صار؟ راح يصير عندي هلا هون في اسيمتوت وهون في اسيمتوت، بس ليش؟ النهايه تبعت واحد من البولز وين راح تكون؟ واحد من السكشنز على الاوبن لوب زيرو، صار فكم بدي افتش على انفينيتي بس اثنين، راح يضل عندي 3 سكشنز راح يلتقوا هذول الاثنين هون، هذا راح يتحرك من هون لهون، بس راح يصيروا هلا هون ماينس بلس ماينس انفينيتي. اذا بلاقي هلا مركز الاسيمتوت مش هيك؟ كيف بلاقي؟ بطبق نفس القانون سيجما سي. شو بتساوي الان؟ ناقص 5 ناقص 3 ناقص 1 هي بولز يا سعد، ناقص الان ناقص بحط جوا ناقص 4 وبقسمهم على ان ماينس ام. قديش صار عندي هون بالحاله هاي؟ ناقص 5 وناقص 3 8 وناقص 1 ناقص 9 زائد 4 على 2. ناقص 9 زائد 4 عندي ناقص 5 على 2 ناقص 2.5. وين ناقص 2.5؟ عندي هي 1 هي 2 هي 2.5. برسم الان اسيمتوت هيك، برسم اسيمتوت هيك. شو بتتوقعوا الان شكل الروت لوكس رح يصير؟ احنا ما عم درسنا ما حكينا قبل هيك، انا هيك بسالكم انتم من تفكيركم شو رح يصير؟ يعني هذا ممكن يكون في عندي اكثر من خيار، ممكن هذول الاثنين يقتربوا هيك يلتقوا عند النقطة هاي ويطلعوا هيك، مظبوط؟ وهذا وين هون؟ عزيرو عزيرو، هلا هذا عزيرو صحيح، خلينا نشوف أول شيء السكشنز، نتأكد من السكشنز مرة ثانية، هون في عندي سكشن؟ لا، هون في عندي سكشن؟ مظبوط، لأنه هذا أوت مش هيك؟ هون في عندي سكشن؟ لا واحد اثنين لا، هون في عندي سكشن؟ في هون؟ لا، لأنه صار واحد اثنين ثلاثة أربعة، فإذا هون في سكشن أكيد وهي واضحة هي وهذا رح يجي هون. هون ما في سكشن وهون في سكشن أكيد. هلا أنتم ما بتعرفوا هو الاختلاف رح يصير، هدول ما رح يلتقوا عند النقطة هاي، رح يلتقوا على النقطة قبل هيك. رح يعملوا هيك. رح يعملوا هيك. صار هذا ما رح يلتقي فيه غير انفينيتي وهذا رح يلتقي فيه، لكنه عم بيلحق اسيمتوت. شو زاوية الاسيمتوت اللي عم بيلحق؟ 90 90. شوفوا الزيرو شو غير بالهاد، شوفوا قديش غير الزيرو بالروت لوكس. اول شيء سحب هذا كله، سحبه من هناك لهون، غير الزاويه من 60 وناقص 60 لقديش؟ ل 90 وزائد 90. شوف قديش الستابيليتي، قديش اثروا على الستابيليتي تبعت السيستم، كيف ساعد السيستم الستابيليتي تبعت السيستم، وتغير طبعا هذا هون. هاي نقطة ناقص 2.5، لكن هاي نقطة مش ناقص 2.5. في طريقة لحسابها، هذه بنسميها بريك اواي. بريك اواي ايش يعني؟ تو بريك اواي فروم سمثينج، ابتعد عنه، اكسر يعني افك اي ارتباط وابتعد عنها. هاي اسمها بريك اواي بوينت. الرول اللي بعدها رح تحكي لنا كيف نحسب هاي، بس المهم هاي الفكره واضحه. شايفين الروت لوكس كيف اختلف تماما؟
ضلت عندي نفس فكره الاسمبتوت، بس هون صار في عندي اوبن لوب زيرو عمالي بنتهي على الاوبن لوب زيرو. اذا رح يصير عندي هلا الروت لوكس، رح يصير عندي هذا السكشن يروح هيك، هذا السكشن بيجي هون، هاي النقطه بدنا نشوف هلا كيف حسابها بالرول للسبعه. اذا الرول اللي الرول هاي رول السبعه، الرول الثانيه بتعطيني طريقه كيف احسب البريك اواي بوينت. البريك اواي بوينت وين لازم يكونوا دائما؟ على اي اكسس؟ انا ما اعرف اي اكسس. اذا انا بدي احسب النقطه اللي بترك عندها الريل اكسس وطلع، هاي النقطه قديش هي؟ هذه مهمه. هذه حسابها بدون اثبات، ما راح ادخل في اثباتها. راح نفترض انه جي اوف اس هو ان اوف اس على دي. ليش استعملنا ان و في؟ ليش استعملنا حرف كم؟ ممكن استعمل اي شيء. ان نيومريتر دي من الدينومينيتر. القانون بيقول انه النقاط اس اللي هي بريك اواي بوينتس بتحقق الشرط التالي، انه المشتقه الثانيه لهاي الكميه بتساوي زيرو. لما المشتقه الاولى، عفوا المشتقه الاولى لهاي الكميه، اخذتوا بالكالكولس مشتقه شيء مقسوم على شيء متذكرينه؟ او اخذتوا ضرب اول شيء، مش اخذتوا ضرب مشتقه دي على دي اكس اف او اكس جي او اكس، اخذتوا هذا بتذكروه؟ ليش بيساوي؟ الاول مشتقة الاول مثلا في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول، مضبوط؟ بس ناقص. نعم؟ حط ناقص، حط ناقص بنقسم على مقام تربيع. مقام تربيع، ناقص مقام تربيع. فنفس الشيء هلا عندي هون راح اخذ، راح تصير عندي هلا هاي ماينس ان اوف اس. هلا هو في اشاره ماينس داخله هون عندي، ولذلك بس هي ما بتاثرش. لما بساوي شيء لزيرو ما بتاثر. اكس ماينس واي بتساوي زيرو، هي نفسها واي ناقص ماينس واي ماينس اكس بتساوي زيرو. فعندي هون ماينس ان اس دي اس، لكن اشتقاقهم بالنسبه لمين؟ لاحظوا اشتقاقهم بالنسبه لاس زائد دي او اس ان دي او اس او ان او اس. هذا القانون مهم. شو هو القانون؟ بقول اذا اخذت انا ان اوف اس دي اوف اس، يعني جي اوف اس فصلتها جزئين صارت نيومريتر ودينومينيتر. اخذت ان اوف اس في مشتقه دي اوف اس بالنسبه لاس زائد دي اوف او ناقص، لانه الاشاره هون مختلفه. دي اوف اس ان اوف اس تساوي زيرو. هذه النقطه هي اللي بتمثل قيم اس اللي بتحقق هاي العلاقه، هي البريك اواي بوينتس. طبعا لازم يطلع معي عدد البريك. طبعا كمان ممكن يكون في عندي بريك ان بوينتس، احنا ما حكينا عنهم بس في امثله عليها رح افرجيكم اياها هلا. بريك ان ايش يعني؟ بدخل على الاكسس، وهلا في شو بنشوف امثله فيها. خليني اعطيكم احد اسهل الامثله كيف بدخل على، كيف ممكن ادخل على الاكسس. مين بيصير في داتا بحاله من الحالات؟ لو عندي سكند اوردر سيستم، شوف ايش راح اعمل. راح احط له زيرو. يعني هذا مثلا مثال عليه، ممكن لو فرضنا هذه مثلا ناقص واحد ناقص خمسة وناقص سبعة، شو بتكون الترانسفير فانكشن هلا تبعت هذا السيستم؟ اكس زائد سبعة. اكس زائد سبعة على سكوير زائد على اس سكوير زائد خمسة في اس زائد واحد. إذا هذا، فأنا جيت على السيستم هذا اللي هو كان سكند أوردر سيستم. هذا السكند أوردر سيستم بتذكرين شو كانت رح تكون الروت لوكس تبعه لو إنه فيش الزيرو؟ 90 بتكون هيك، مضبوط؟ هلا في الحالة هاي لما ضفت أنا هذا الزيرو، لاحظوا شو صار عدد الأسيمبتوتس رح يصير هون عندي؟ واحد. قديش زاويته؟ 180 زائد ناقص 180 رح يروح هيك، مضبوط؟ بضلش عندي أسيمبتوتس هون لما ضفت الزيرو. إذا راح يصير في عندي هلا هون بريك اواي بوينت هون ما بعرف لسه مكانها، وعندي بريك ان بوينت. شايفين هاي البوينت؟ هذه صارت بريك ان بوينت. لسه عندي تو سكشنز، واحد واثنين، وهذا راح يروح على الماينس انفينيتي وهذا راح يروح على الزيرو. نتأكد من السكشنز على الريل اكسس. هون في عندي سكشنز؟ لا. هون في عندي سكشنز؟ هون في عندي سكشنز؟ لا لانه ايفن. هون عندي سكشنز لانه واحد اثنين ثلاثه الى ماينس انفينيتي. شايفين الشكل الغريب اللي صار عندي هون؟
صار عندي زائد ناقص 180 بطل في زائد ناقص 90 وبروح هون على ماينس انفينيتي وشوف الزيرو شو عمل. سحب الروت لوكس لهنا. الخطين اللي كانوا طالعين هون ايش صار فيهم؟ عنده هيك وهذا اعطاني اياه الزيرو اللي موجود هون. كيف اضيف زيرو؟ ايش اسهل ايش اضيف فيه زيرو على السريع؟ من ناحيه واقعيه بي دي كنترول الدريفيتيف يعني معي فيه. اذا بضيف بي دي كنترولر بعطيني زيرو مباشر. يعني هاي كانها هون بي دي كنترولر اذا ضفتها هون. لو هذا كان السيستم الاصلي سكند اوردر سيستم، هذا السيستم الاصلي شو كان؟ اوفر دامبد ولا اندر دامبد ولا كريتيكلي دامبد؟ اندر دامبد اوفر دامبد تو ريل بولز اصلا هيك لما كان كان اوفر دامبد. اذا كان عندي سيستم هون الجروب تبعهم هون موجودين بكون اوفر دامبد. بعدين لما يلتقوا النقطتين شو بصير؟ كريتيكلي بعدين بصير اندر دامب. ضفت له زيرو من هون غيرت الكاركترستكس تبعت هذا السيستم كامل. راح اوقف هلا هون.